نوجه التحيه ديال كاع المنخرطين. لاحظتكم بان نعرفوا التيران هذا اللي موقعين فيه هنايا على يد رئيس الجماعه ديال بوسكوره ورئيس الجمعيه وتاشير السيد العام اقليم نواصر. لاحظتكم بغينا نعرفوا علاش هذا الملعب هذا معطينا باللي لعبوا به بالمجان. من بعد شهر ديال اللعب لعبنا بالمجان، لعبنا فيه شهر بالمجان، وموراها داروا لينا الفلوس، داروا لينا فلوس. حنا ما كان حنا راه كنقراو ما عندنا منين نجيبوا فلوس، ديما حنا كنلعبوا هنايا. وهذا راه ملعب ديال القرب ديال ولاد الدرب، راه ما خاصوش كاع يكون بالفلوس. وهو اخويا هنايا راه متفقين عليه، وهي كاين التزامات ديال المجلس الجماعي لبوسكوره، يخصص المجلس الجماعي لبوسكوره منحه سنويه تقدر ب 50,000 درهم لفائده جمعيه اجيال مستقبل الثقافه والرياضه والتنميه. هذا الشيء هذا عاطينهم كيخلصوا من العام باش حنايا نلعبوا فابور، وما داروا منين اخويا بفلوس. حنا بغينا نوجهوا التحيه ديالنا. وانت راه دايرين هنا اعلان الاولاد المظابيين غيلعبوا بالمجان، رايه بالاخطر مع احترام البرامج والمواعيد. حنا اخويا ما كنلعبوش، ما كيعطيوناش حقنا في التيران، كنطالبوا بحق ديالنا في التيران. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا من السكان ديال دول المزابين اللي دايرين هذا الملعب بالمجان في الشروط في البند. دايرين ان الملعب غيكون مفتوح بالمجان، وغادي الناس اللي حاضرين واللي واقفين عليه غيمكن لهم ياخذوا واحد الخلصه شهريه. والملعب اللي مكتوب ليه الملعب في الواجهه ديالهم مكتوب بلي راه الملعب غيكون بالمجان، وهما شاو داروا لنا ثمن 5 دراهم. ما عرفناش علاش هذا الشيء، واخا كون داروا لنا 5 دراهم، داروا الثمن ديالو 5 دراهم، يمكن لك تجي وتخلص. وكاين اللي مسكين ما داير اللي والو، كيجي وكيخلص وفي الاخر كيدير معاه مساوي. بغيت نوضح واحد النقطة اللي هي داك الثمن اللي كيعطيهم على حساب هذا الملعب هذا، تتمحور ما بين الحراسة والنظافة والصيانة والتأطير والتكوين الرياضي عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية والمخصصة للملعب، وموافاة الجماعة بالتقرير المالي والأدبي المتعلق بعمليات صرف المنحة المالية مؤثر عليها من قبل المحاسب المالي، وإعطاء الأولوية لساكنة بوسكورة في استفادة من خدمات الملاعب القرب. اونتر بارونتيز مزابيين دايرين لي 5 دراهم، ودايرين فترات، دايرين الفترة الصباحية دايرين فيها يمكن 3 دراهم، ومن ورات التاسعة ليلا دايرين يمكن لك خاصك تخلص 5 دراهم. حنا كنجيو كنلقاو بنادم اللي براني هو اللي مستافد، وحنا لولاد المنطقة ما مستافدين بوالو. نوجهو الناس اللي مش مكلفين بهذا الملعب، حيت حنا نهار الاول قالوا لنا بالمجان، ما قالوش لنا غتخلص. بغيت نزيد واحد النقطة نوضحها، حيت هذا الشيء اللي كنقولوا راه ما كنقولوش من راسنا، ولا كنقولوا على الهضرة ديال بنادم. هذا الشيء اخويا راه عندنا هنايا، عندنا اخويا دليل، ها هي اتفاقية اخويا، ها هي اخويا اتفاقية، ولا اليوم مزيان مجاني يا اخويا. ايوا هما التزامات المجلس الجماعي، لو كنحتارموا المواقيت وكنحتارموا المواعيد وكنحتارموا كل شيء، ما علاش يديروا لنا التيران هذا بالفلوس؟ وهذا الشيء راه ما في خبارات الكبار، المهم ما في خبارات المسؤولين. هذا الشيء هذا ثم يدخلوا، كنطالبوا منهم يدخلوا. اخويا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. الشباب كيقول لك راه كيخلصوا، انا ما عمرني ما لعبت فيه التيران. والشباب كيقول لك كيخلصوا والطابلو مكتوب فيه بالمجان. ما عرفناش دابا المسؤوليه ديال من، ما عرفناش دابا. الشباب كلهم كيقول لك راه كيخلصوا والطابلو فيه بالمجان. والله يهدي من خلاص. قالوا جا لهاد الناس اللي مقابلين هما اللي دايرين هاد الشيء. والله ما عرفت هما كون هضروا مع الرئيس غادي الرئيس ما في خبارو، الله اعلم هاد الشيء. هذا ما يمكنش تكون في خبارو هو والطابلو، حيت خاصهم يحيدوا الطابلو. الا كان بالمجان خاصو يديروا فيه 5 دراهم مثلا كما كيقولوا الدراري اللي كيخلصوا العلن. خاصهم يحيدوا هذاك الطابلو يديروا فيه 5 دراهم، ولا يحيدوه.